وانا تاني شيف كامون زوين منين على داتي ترادي شريمب اند جريتس اي ان ام سي دي. هذا واحد الطبق ديال الساذرن امريكان كويزين يعني الجنوب ديال الولايات المتحده الامريكيه. بنين هاك جاك كنبداو بالكروفيت. نعم اسيدي كنقاو الكروفيت كنحلو من زهرو كنحيدو ليه المصران ديالو بهذه الطريقه. هي سمعتيني تنشدو البصله الخضراء وتنشلضوها مزيان. ملي تنشلضو البصله الخضراء كنلوحها فوق داك الكروفيت اللي نقينا. ايه تنزيدو عليها نص عاشق ديال التحميره ونص عاشق ديال الفلفله حاره ونص عاشق ديال الملحه وشويه ديال الزيت العود وشويه ديال الحامض يعني نص حامضه هاك جاك. ايوا فهاد المارينات هذا كنخلطوا لنا هاد الكروفيت هذا واحد النقيله تنديروا فيها شويه ديال الزيت العود. ملي تيسخن لنا داك الزيت العود كنلوحو عليهم داك الكروفيت اللي شرم لنا نعاماس. ايه تا كيتحمر لنا هاد الكروفيت مزيان في ديك المقيله تنحيدو من ديك المقله سمعتيني. ايوا في ديك المقله كنزيدو نص كاس ديال الماء ونص حامضه وكنخليو يعقد لينا ويجبد لينا داك الصوص اللي في المقله سمعتيني. كنزيدو عليه كريم كويسون يعني واحد نص كاس ديال الكريم كويسون كنخليو يعقد. واحد الكميله كنديرو فيها كاس ديال الحليب وكاس ديال الكريم كويسون 50 غرام ديال الزبده. ملي كيعقد لينا داك الكريم اللي خلينا في المقله كنزيدو عليه الكروفيت وتنخليو هادشي يتعسل ويعقد. ايوا داك الحليب ملي كيوجد لينا كنزيدو فيه كاس ديال الدرام طحونه وتنبقاو نحركو باش توقف التحراك. لو وقفتي التحراك العصيده كتلصق لك في الكميله سمعتيني. ملي توجد لينا هادشي كله تنديرو في واحد الطبصيل تنبداو بالعصيده او الكريت وتنزيدو عليهم داك الشرمب الكروفيت. نعم هادشي يجي اللي تعسل لينا في هذاك الكريمي صوص وتناكلو بالصحه والعافيه.